على مهلك بالراحه. متخافيش انا هعرف. سيبيه يا فاطمه يزقني، بس انا خايف الحسن يخبط في حاجه. متخافيش والله مش هخبط في حاجه يا تيتا. اخبط في كل البيت يا نور عين تيتا، يا روح قلبي تيتا، يا قلبي يا عيني يا بوسه. الله، عايزه تقعدي هنا ولا في البلكونه؟ يا لهوي البلكونه، عاوز كمان تطلعها البلكونه؟ ايوه هيا تيتا. انت عايز تقعدني فين، هنا ولا في البلكونه؟ هنا. لازم دراعك وجعك بقى. لا انا راجل دراعي مش بيوجعني. يا روح قلبي على دراعك وعلى على جمالك وعلى حلاوتك. خلاص خلينا قاعدين هنا. بس كده سلم ايدك يا ايمن باشا، ايه العظمه دي كلها. اجيب لك بقى كوبايه اللبن اشربها لك. يا حبيبي الحاجه من ايدك لها طعم تاني خالص في بقي. كده يا سي ايمن خلاص، ما انت اكلت الجو مني يا حبيبي، اي حاجه دلوقتي من ايدي ما بتعجبهاش. من دي طول عمك بتاكليها وتشربيها، بس فايلي شويه بقى يا خاله. حاضر يا حبيبي من عينيا. بقول لك ايه، هاتي كوبايه اللبن، ولو عندك اي اكل عايزه تاكلولي هاتولي وايمن ياكلهولي. يا سلام، ده ايه الهنا اللي احنا فيه ده؟ ده انا هخلي ايمن يعيش معانا هنا. طب يا ريت يا فاطمه. انا نفسي اعيش معاك يا تيتا، بس مش عايزه اسيب ماما لوحدها، حرام. يا نور عيني، لا يا ربنا يخليك ليها، انا بهزر معاك. هات بوسه لتيتا، روح تيتا. يا حبيبي ربنا يحنن قلبك عليها كمان وكمان. يا هدى يا هدى، راحت فين دي بس يا اخواتي؟ يا هدى يا هدى. ايوه يا ماما. ايوه بتاعي، كنت فين يا بنتي؟ كنت واقفه في البلكونه مع فاتن صاحبتي. امال فين فاتن؟ نزلت لما لقيتك بتناديني اتكسفت ونزلت. وايه اللي انت لابسه ده؟ وايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ جرى ايه يا ماما؟ واحده صاحبتي وجايه لي في البيت اقابلها متبهدله يعني؟ وهي فاتن اول مره تجيلنا. يا ماما يا حبيبتي الناس بتتغير، وفاتن بعد ما خدنا الدبلوم بقت بتشتغل، بتلبس احسن لبس، بتتزوق، بتاكل احسن اكل، مش زينا مستكتره عليا حتى ان انا قابل صاحبتي متزوقه. خلاص يا ضنايا البسي اللي انت عايزاه وتزوقي زي ما انت عايزه، وبكره باذن الله اخوك يجي من السعوديه ومعاه فلوس كتير ويجيب لك الحلو كله. الحلو لما نبقى نشوف. لحسن انا بقى خلاص اتخنقت من الفقر. يعني انت لسه محتاجه تعرفي اذا كنت حنين عليكي ولا لا؟ لا طبعا يا حبيبي، انا ما اقصدش، انا عمري ما حسيت بالحنيه دي الا معاك. انا كان امل اتجوز واحد زي بابا يوسف، لكن انت بقى تخطيت كل امالي. بجد يا سلوى؟ يعني انا فعلا عرفت اسعدك؟ انا عمري ما كنت اسعد من كده في حياتي، كفايه حبك ورقتك معاه، ده انا حتى مش حاسه بغربه. حقيقي يا حسام انت قدرت تعوضني عن اهلي وصحابي. وانت كمان يا حبيبتي، حنانك ليا بيعوضني عن امي، والتفاهم اللي ما بيننا بيعوضني عن اخواتي. اما حبك بقى فده مالي عليا الدنيا كلها، حاسسني بسعاده عمري في حياتي ما دقت طعمها قبل كده. ربنا يخليك ليا يا حبيبي وما يحرمنيش منك ابدا. ولا منك يا روحي. تعرف يا حسام انا نفسي في ايه؟ نفسي ربنا يرزقنا بدستة ولاد ويطلعوا كلهم شبهك وزيك في كل حاجه. لا طبعا، انا اللي نفسي ربنا يرزقنا بدستة بنات ويطلعوا شبهك انت، لانهم لو طلعوا شبه انا هتبقى مشكله، مش هيعرفوا يتجوزوا. ليه بقى؟ ده انت زي القمر. ده انت اللي زي القمر،
ومفيش في جمالك حد ابدا في الدنيا. ده الواحد لما بيبص في وشك بيحس ان في امل في الحياه. ويا سلام بقى لو ربنا رزقنا بصبيان وطلعوا شبهك انت، دي هتبقى حكايه. حكايه ازاي يعني؟ اه طبعا البنات هيجوا يخطبوهم مننا عيني عينك كده. تخيلي راجل وشبهك، ده يعمل ازمه في المجتمع المصري. يا بكاس، تعرفي يا سلوى، تعرفي ان احنا وجودنا هنا مع بعض قربنا من بعض اكتر اكتر ما كنا اتجوزنا في مصر. اشمعنى يعني؟ يعني هنا مفيش غير انا وانتي وربنا، انما هناك غصب عننا كنا هنختلط باهلك وباهلي، يعني كنا هنلاقي عوازل كده ياخدوكي مني، انما هنا انا اعرف ازاي استحوذ عليكي لوحدي. بس انا مفيش حد ابدا يقدر ياخدني منك او يبعدني عنك. ومين قالك اصلا ان انا ممكن اسمع لحد انه ياخدك مني؟ ده انت لو بعدتي عني لحظه واحده اتجنن. بعد الشر عليك يا حبيبي. انا فعلا زعلانه. ليه بس يا مل؟ ليه ما قلتليش موضوع منان من الاول؟ على الاقل كنت شاركتك في التفكير ودورنا على حل سوا بدل ما انت شايل الحمل لوحدك. قولك ايه بس، الموضوع اصله حساس، وبصراحه من ناحيه ما كنتش عايز بنتي تظهر قدامك بالصوره دي، ومن ناحيه تانيه كنت بحاول احافظ على السر اللي هي اتمنتني عليه. بنتك دي بنتي، راحت ولا جت دي عيله ممكن تغلط، وعمري ما كنت هوصلها بصه وحشه، بالعكس كنا هنفكر سوا عشان نطلعها من الورطه دي. هو ده الموقف اللي كان مسيطر عليا، احساس بالحرج ان بنتي تبقى في الموقف ده. يا حبيبي احنا ستر وغطى على بعض، وقال حاجه اعملها لك اني اشاركك مشاكل ولادك زي ما انت مشاركني مشاكل سلوى، معوضها عن حنان ابوها. تقوليش كده، سلوى بنتي قبل ما تبقى بنتك. ومنال كمان بنتي. ايوه. اهلا اهلا يا استاذ احمد. الحمد لله. منال؟ طيب. لا هي احسن دلوقتي الحمد لله. عايز تيجي تشوفها؟ لا ما فيش حاجه، ما فيش، بس اسمح لي يعني اسالها اذا كانت يعني مستعده ل... طيب ثانيه واحده. احمد اخو نبيلة على التليفون بيستاذن عايز يجي يشوفك، ايه رايك؟ طب وهو عارف ان انا تعبانه؟ تيالي عارف لانه قال لي الف سلام عليها. وهو عارف انا عندي ايه؟ معرفش. ايه اقول له ايه؟ تشوفه يا بابا. بصراحه الولد مهذب جدا، احتمال كبير نحتاج له يساعدنا، اخته شايلاك، وانا مضطر اقول له يجي يشوفك. خلاص يا بابا اقول له يجي. يلا يا تيتك لازم تخلصي الطبق ده. بس انا شبعت قوي يا عيني. عشان خاطر. طب تاكل معايا؟ ادي معلقه ليا. ادي معلقه. حاضر. الله شاطرة يا تيتا، ده انت مخفف عليها حاجات كتير قوي يا ابني. تيجي اوامك تمشي قبل ما خاله فاطمة تدخل. ايش معنى قبل ما خاله فاطمة تدخل؟ اصيب الزعق لما اقول لك كده. يا روح قلبي تعالى تعالى سيب الطبق ده وتعالى في حضن. تعالى. الله يا رب يديني العمر واشوفك عريس كده. ايه اخبار المكتب الجديد يا عم؟ الحمد لله يا استاذنا اهو ماشي بفضل الله. والله انا ما كنتش متوقع ان العجله تمشي بالسرعه دي. ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل يا ابني. ونعم بالله يا استاذنا. انا اسف يا استاذ يوسف اني بتدخل في موضوع منال ده، يعني انا حاسس ان انا بتطفل عليكم، بس بصراحه انا حاسس بالمسؤوليه، وحاسس ان من واجبي اني اكون جنب حضرتك وجنب منال في الوقت ده،
لان في اساليب كتيره للتحايل على القانون. عشان كده انا وافقت انك تيجي تشوفها وهي في الحاله دي. والله انا عرفت بالصدفه البحته، وبمجرد ما عرفت قررت على طول، لا بعد اذن حضرتك طبعا، قررت اني اكون اخوها في المرحله دي. طالما اخترت بارادتك انك تتحمل مسؤوليه الموضوع ده، فانا ثقتي فيك ملهاش حدود، ومتاكد كمان انك هتكون لمنال نعم الاخ. تعال يا منال. ازيك يا منال؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. احنا اتفقنا الاسبوع اللي فات انه لو ما تمتش خطوه يوم الخميس هتسيبينا نتصرف، مش كده برضو؟ صح. وهي ما تمتش، ممكن بقى بعد اذن استاذنا نبدا ناخد خطوات؟ طب ايه هي الخطوات دي بالظبط؟ اولا انا عايز اسم الشخص الندل ده بالكامل. ثانيا عايز اي وسيله اتصال بيه في اسرع وقت ممكن، ده لو تعرفي اسمه بالكامل. باسم ابراهيم ابو سعود، بس وسيله اتصال بيه مفيش غير صاحبه عادل. اديني عنوانه. لا ما انا ما اعرفش اقوله، انا اعرف اروحه بس. انا ممكن اوديك ليه؟ بعد اذن حضرتك يا استاذ يوسف، انا عايز منال هي اللي توديني. هو ده البيت وشقة عادل في الدور الأرضي. طب روح انت اقعدي في عربيتك وقفلي على نفسك كويس، ومهما حصل وتأخرت ما تجيش، فاهمة؟ مهما تأخرت يعني ايه؟ لا انا لازم اعرف هستناك لإمتى يعني؟ لغاية لما اخلص كلامي معاه. لا بص بقى، انت تديني ميعاد محدد، لو تأخرت عنه اجيلك. سبحان الله، ايه هيخطفوني يعني؟ لا مش حكاية كده يعني، بس ابقى عارفة هقعد قد ايه. طيب يا ستي قدامك ساعة بالكتير، لو اتأخرت روحي انت وانا هبقى اجيلك على البيت. اوكي. طب انا عايز افهم انت ليه مش عايزني ادخل معاك؟ ما انا كتير جيت هنا سألت مع سهى لوحدي. انت تروحي تقعدي في عربيتك زي ما قلتلك، ومش عايز مقاوحة، فاهمة؟ حاضر. يلا. خلي الاهلا وسهلا لما نخلص كلامنا. اوكي نخليهم دلوقتي. ومن اقصر الطرق الواد اللي اسمه باسم ده ما سافرش بره مصر، واللعبه دي هتنهيها معايا دلوقتي خير وبركه، مش هتنهيها هعكك فيها قبل منه. والله العظيم انا ما اعرف اتصل بيه يا عالم، انتوا مش عايزين تصدقوني ليه؟ طب هو فين؟ انا كل اللي اعرفه انه سافر يشتغل، واليومين اللي جايين دول المفروض انه يتصل او يبعت حد عشان يجيب فلوس لامه. بقول لك ايه، ما تفتكرش ان هتعامل معاك باسلوب الاستاذ يوسف، لا ده نصيع منك ومن اللي اسمه باسم ده. ضيف على كده ان ألاعيب القانون كلها في جيبي، الواد اللي اسمه باسم ده هجيبه من قفاه، بس لو انا بقى اللي جبته هدفعك تمن تسطرك عليه غالي قوي. انا نفسي افهم بس انا ذنبي ايه. نعم يا اخويا، انت هتعملهم عليا؟ مش انت سبب الحكايه دي من الاول؟ مش انت اللي اترهنت عليها مع الواد الحقير ده؟ بس والله العظيم ما كنت اعرف انها هتوصل لجواز ولا كلام من ده. الله يخرب بيتك يا باسم. والله العظيم يا استاذ انا بعد ما بدا في اللعبه دي اترجيت وسيبها في حالها، وقلت له ابعد عنها، احنا عندنا ولايه، ومنال نفسها اسالها، انا ياما قلت لها ابعدي عنه ولمحت لها بكده. بقول لك ايه، انا ماليش دعوه بده كله، احنا في الوضع الحالي اللي احنا فيه ده. قسما بالله انا اتفاجئت بموضوع الجواز العرفي ده زي كل الناس. هي كلمة واحدة، قدامك أسبوع، سبع أيام لا فوقهم ولا تحتهم، يا إما سباسم ده يظهر ويبان يا إما طب قسم. فهموني بس، فهموني، أنتوا عايزين منه إيه؟ يتجوزها رسمي؟ أيوه يتجوزها، ويرجع يطلقها رسمي. طب إديني مهلة أكتر شوية. أسبوع واحد بس، وما تحلمش بأكتر من كده، ويا ويلك أنت وهو لو عدى الأسبوع ده وما حصلش حاجة.